القراءة والرد إلى بريد جوجل على تليفونك بدون تطبيق. يوجد طريقتان لقراءة أو لرد الإيميلات على تليفونك، واحد من خلال متصفح مثل متصفح كروم أو من خلال التطبيق. اليوم راح نشوف طريقة فتح بريد جوجل من خلال المتصفح. افتح المتصفح، في شريط البحث اكتب تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، ثم انقر على الرابط الأول. اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في الصندوق وتأكد من كتابته جيدا، ثم انقر على زر التالي. ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك في الصندوق. يمكنك التأكد من كلمة المرور بواسطة الضغط على العين الموجودة، ثم الضغط على الزر الأزرق التالي. الآن اضغط على ظرف عنوان البريد الإلكتروني للدخول على الصندوق الوارد الخاص بك. سيظهر لك مثلا لدي 5 إيميلات جديدة. الآن اضغط على الإيميل الذي تريد أن تقرأه. على سبيل المثال، لدي إيميل من معلمي في المدرسة وهو قلق لأنني لم أحضر الدرس اليوم وأريد أن أخبره لماذا لم أحضر. لكي تفعل ذلك يجب أن تضغط على زر الرد. دائما ابدأ بريدك بالتحية والسلام، اسم الشخص الذي ترسل له الرسالة، ثم قل أنا أعتذر لعدم المجيء للدرس وقل السبب، وفي النهاية اكتب كلمة من ثم اسمك. عندما تنتهي من هذا اضغط على الزر الأزرق إرسال على الزاوية اليمنى في أعلى الشاشة. البريد قد أرسل الآن، سيظل باستطاعتي أن أرى ردي في أسفل رسالة معلمي. لرؤية الرسائل الأخرى اضغط على الصندوق في أعلى على الجانب الأيسر. إذا وجد رسالة غير مقروءة في صندوقك الوارد ستكون بلون أسود غامق وعريض. لكي تقرأها اضغط عليها، عندما تنتهي من قراءتها اضغط على زر الصندوق الوارد للعودة إليه مجددا. اليوم تعلمنا كيفية قراءة والرد على الإيميلات. لمزيد من المساعدة في هذا الموضوع شاهد الفيديوهات الأخرى على قائمة التشغيل، وشكرا.